نوح. ايه ده؟ ايه الحركات القرعة دي؟ راح فين الواد ده؟ يا نهار السود. الحمد لله على السلامة يا سلطان. كنت فين يا نوح؟ أنا جيت قبليك بس رحت عند خرشد عشان أتأكد إنه حط الكافور للرجالة في العشاء. خرشد؟ خرشد في التلاجة؟ ليه خايف يحمض؟ لا هو أنا كنت قاعد هنا والجو حر فقلت أخش أطري على نفسي في التلاجة. الجو حر هنا. أنت كذاب يلا. التلاجة دي ما بتشتغلش بقالها أكتر من 30 سنة، وأنت اللي قايل الكلام ده بلسانك. ما تحورش يا نوح. أنا كنسها ومساحة. التلاجة؟ الدنيا! أنا هروح أنام عشان أتأخرت. أقف عندك. إيه؟ سلطان بغير يا سلطان. استركن! لا. أوعى! أوعى! ايه ده؟ اقول لك ايه يا سلطان؟ شاي. وبترزعها لي في وشي كده؟ اخويا انا مدمن مخدرات؟ بتضرب شاي؟ يا نهار اسود! اسمع حدك يا نوح، ما تجريش ولا بكلمك. ما تجريش ياما الحجر، امتى ده انت ماسك خنجر. بتضرب شاي في المعسكر؟ انا مش مانعه يالا. اهو اي حاجه بنفخ فيها قرفي، ما انت قافلها علينا يا سلطان. انا تعبت يا اخي، تعبت. انا هحاول ابقى هادي وحكيم. طب ابعد بس حكمتك دي عني. وهعمل زي ما ابوك قال في الكشكول الازرق، ان كبر ابنك خويه. بس انا اخوك. هتمشيها ابنك ولا فلاك نصين؟ لا همشيها ابني. ما انا اخوك بس زي ابنك. نوح عايزك تهدى، ما تخافش مني، ما تخافش. اعتبرني زي اخوك. زي؟ طب ما تفصلنيش بقى، مش كل ما امسك حلقه بوظهالي، يخرب بيتك. حاضر. انا هسألك كم سؤال وترد عليا بصراحه. حاضر. بدأت تضرب شاي من امتى؟ من سنه ونص. احمر ولا اخضر؟ احمر. فتله ولا كشري؟ كشري. ليبتون ولا العروسة؟ الشيخ الشريف. ليه؟ الشيخ الشريف ليه؟ وازاي شيخ وشريف؟ منافق، اقول له ايه؟ بتشرب من رخيص، من رخيص يا حمار، ده بيخش في الدم عدل. وطبعا طبعا دخلت في النسكافيه. لا كله الا النسكافيه. وايه اللي يمنعك؟ لا اللي يمنع ايه؟ ده سكته ملهاش راجعه يا صاحبي. ايه اللي يمنع؟ اللي يمنع ما اللي يدوس في الشاي يدوس في النسكافيه، واللي يدوس في النسكافيه يدوس في اللاتيه، ومش بعيد يفت فيه باتيه. ولا انت كبرت يالا؟ كبرت انت، قربت تمسك الرئاسه من بعد لما اموت. امتى؟ مش قصدي يا سلطان، قصدي يعني ان انا مش فارق معايا امسك الحكم، انا فارق معايا ان انا اعيش حياتي شويه. مش معقول يعني فكها علينا شويه، لا نسوان ولا شاي ولا قهوه ولا نسكافيه. الرجاله كفرت يا جدع. الله 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 الله، والله كبرنا وبلغنا وبقينا نتكلم في السياسه والحريات. ما تنزل يا تجيب لي حفيد وائل غنيم وتعمل لي ثوره تحت يا عم. ثوره ايه؟ اخرس. اسمع يالا، انا حكمت عليك خلاص، انت هتفضل محبوس هنا لحد ما السم يطلع من جتتك. وخد عندك، محروم من نزول المعسكر، محروم انك تسمع كل خطبي، محروم من انك تزور شجره ابوك. وخد عندك الانح، محروم من انك تحضر اي حروب معايا. وحياة اهلك. وحياة اللي خلفوك. خلصانة؟ خلصانة. ده ظلم وافتراء، حرام عليك، انا هموت هنا. ان كان عاجب. انا ازاي ما قلتلوش على موضوع الشاي ده من زمان؟
يس.